نعود للجمهور بعد قليل، ولكن نرحب في البداية بضيف حلقتنا. ينضم إلينا الأستاذ محمد أمين الإيغوري، الباحث في حقوق الإنسان والعلاقات العربية الصينية. ينضم إلينا من الصين سيد محمد الأمين الإيغوري. مساء الخير ونشكرك الانضمام إلينا في هذه الساعة. لو تضعنا في البداية الحقيقة في صورة الوضعية لهؤلاء المعتقلين، أكان في المغرب أو في السعودية، وما هي ظروف الاعتقال في البداية؟ أشكركم على هذه الاستضافة، تحياتي لكم وللمشاهدين جميعا. صوتي واضح؟ نعم واضح جدا، تفضل. تحياتي لكم جميعا مرة أخرى. أولا، نحن شعب الأويغور أو شعب تركستان الشرقية متهم من قبل الصين بالإرهاب أو بالانفصال. الصين كما يعرف الجميع احتل تركستان الشرقية عام 1949، يعني بعد احتلال فلسطين، بعد احتلال إسرائيل لفلسطين يعني بعام. منذ ذلك الحين نحن نتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان وإبادة جماعية مرات عديدة، خاصة في الآونة الأخيرة. منذ 5 سنين في تركستان الشرقية أجريت هنا إبادة بمعنى الكلمة. هنا أنشئت معسكرات الاعتقال، أكثر من 380 معسكر، كل معسكر يسع فيه أكثر من 10,000 إلى 15,000 تركستاني من خيرة الشعب ونخبة الشعب تركستان الشرقية، من العلماء ومن المثقفين، من الفنانين ومن أصحاب المشاريع هكذا. فنحن تركستانيون في المهجر، قد حاولنا إسماع صوتنا للعالم الإسلامي أولا، ثم إلى العالم الفضاء، ولكن لم نجد من يسمع صوتنا. طيب، لو 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 فقط تعطينا أيضا توضيح أكثر على ظروف اعتقال هذين الرجلين في السعودية أولا، ثم ننتقل إلى المغرب. على حد ما ورد في التقارير بأن هذين الرجلين ذهبا إلى العمرة في الأساس، فما الذي دفع السلطات هناك لاعتقالهما، وما جدية المخاطر الآن لتسليمهما إلى الصين؟ نعم، هذان الرجلان أولهما يعني حمد الله ولي، هو من أهل العلم، أنا أعرفه بالذات شخصيا. أنا عرفته 2016 عندما جاء من تركستان الشرقية 2016. أنا بقيت معه في مكان واحد، أعرفه، هو رجل حليم، لا يمارس أي شيء تتهم الصين يعني بالانفصال أو بأي شيء، حتى لا يشارك في المظاهرات أو أي شيء. هو خلاص، هو مجرد أهل علم. وكذلك أخوه هو أهل العلم، صديقه المعتقل. الصين تستادنا واحدا واحدا من يعني يمثل لشعب تركستان الشرقية من أهل العلم أو من الناشطين السياسيين أو حقوقيين أو يمارس يعني في المنفى أو يعيش في المنفى، يعني كل من يعيش في المنفى يعني سواء كان في بسبب الدراسة أو بسبب السياحة، كل شيء يعني كل شخص متهم يعني حسب الصين. فهناك كثير من المعتقلين يعني قتل في هذه المعسكرات تحت التعذيب الوحشي، مثل طلاب الأزهر الذين رحلوا من أزهر من مصر 2017، قتل 3 من هؤلاء طلاب الأزهر. كذلك طالبة رجعت إلى تركستان الشرقية بتهديد أسرتها من قبل السلطات الصينية، رجعت وماتت تحت التعذيب في هذه المعسكرات. فنحن نقلق من أواخب هذين الشيخين في مملكة السعودية، إذا رحل أو سلم إلى الصين فربما يقتلان أو
سيغيبان عن العالم. نعم. طيب هذا فيما يتعلق بالسعودية، فيما يتعلق بالمعتقل في المغرب أيضا، كيف اعتقل وما هي التهمة، بأي جريرة؟ كذلك الأخ إدريس حسن هو سافر إلى المغرب 20 يوليو العام الماضي قبل 7 أشهر من الآن. فور نزوله في مطار دار البيضاء هو اعتقل، يعني احتجز في المطار حسب يعني طلب الصين لهذا الشخص، رغم أن هذا الشخص قدم اسمه إلى إنتربول، لأن هذا الأخ إدريس حسن هو شاب مصمم مهندس كمبيوتر، هو مجرد يعمل في تركيا كتصميم برامج كروت، كذلك مواقع الإنترنت هكذا. الصين يتابعنا واحدا واحدا، فهذا الشخص هو صاحب محن جيد، فلذلك قدم اسمه إلى إنتربول، وإنتربول بعد اعتقال هذا الشخص شطب اسمه من نشرة الحمراء. ورغم ذلك المملكة المغربية ما زالت تعتقل هذا الشخص وتحتجز في سجنه. حتى قبل 3 أسابيع أصدر بيانا أن هذا الشخص سيرحل إلى الصين، يعني بمجرد طلب الصين، لأن هذا الشخص مارس أو اشتغل بملاحقة بجماعة إرهابية. يعني بماذا تتهم الصين لهذا الشخص؟ تخيلوا أيها المسلمون، تخيل أيها العالم الإسلامي، هذا الشخص جاء إلى تركيا 2012، فتتهم الصين في عام 2017، يعني بعد اتفاق تبادل المجرمين بين الدولتين، دولة الصين والدولة المغرب، في عام 2017، فتتهم هذا الشخص بأنه انفصالي، بأنه إرهابي، بأي تهمة هذه؟ وهذا الشخص نحن تركستانيون نعرفه، هو يعمل كمصمم ومبرمج كمبيوتر فقط. طيب كيف تنظرون أنتم إلى أطفاله الثلاثة؟ نعم. كل يوم يخرج من بيته صباحا إلى أمام سفارة المغرب ويعود بعد الظهر، كل يوم هكذا يعانون بأشد المعاناة، يعني ينتظر زوجها، يعني زوجها، نعم، والأطفال ينتظروا أباءهم. سيد محمد هكذا. أمين، أنتم يعني كمسلمي الإيغور المقيمين في المهجر، كيف تنظرون إلى هذه السياسة، أكانت في المغرب أو في السعودية أو قبل ذلك في مصر، يعني هذه السياسة التي تبدو تعسفية كما توصف تجاهكم، ومتواطئة بين ظفرين مع الصين لتسليم هؤلاء النشطاء أو المواطنين العاديين إلى الصين، كيف تنظرون أنتم إلى هذا السلوك؟ والله نحن كنا قبل 2016 الدول العربية والعالم الإسلامي جميعا هؤلاء إخوتنا، لأننا مسلمون، شعب تركستان الشرقية كلهم مسلمون إلا مستوطنون صينيون جاء من الصين إلى تركستان الشرقية، هؤلاء ملحدون، والبقية كلهم يعني أهل سكان تركستان الشرقية كلهم مسلمون، فنحن جزء من العالم الإسلامي ومن يعني من إخوانكم نحن، فلذلك نحن ننظر، نحن إخوانكم، يعني لا نرحل ولا يتعامل معنا إخواننا بهذه الأمور، بهذه العنصرية أو بهذه السياسات يعني مجرمة بمعنى الكلمة. نحن نقول للأسف الصين تحاول يعني كل يوم، كل شهر، كل عام بمزيد من يعني اصطياد تركستانيين في المهجر، يصطادوا واحدا 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 تلو آخر هكذا. فهنا يعني إبرام اتفاقيات كثيرة جدا لتبادل يعني تبادل المجرمين بمعنى، لكن يعني من التركستانيين لا يوجد أي مجرم. تخيلوا
لا يوجد في تركستان الشرقية أي يعني شيء ما يتهم بالإرهاب، حتى في يعني في المهجر صيني لا يجد أي شيء يدل على أن يتهم تركستانيين بالكامل كما يتهمون يعني بالإرهاب أو بأي شيء. فنحن كنا ننتظر من الدول العربية من العالم الإسلامي أن يعاملونا كإخوة، أن يعاملونا كإنسانية، كإخوة في الإنسانية، ولكن للأسف الأسف الشديد فنحن قد رأينا مرات بل مرات عديدة من دولة الإمارات، دولة السعودية، دولة مصر، والآن في دولة المغرب، المملكة المغربية، يعني هكذا إذا وجد تركستاني يحتجزه يعني يتسامر، فهكذا يصفق لطلبات الصين أو يعني طيب يسلمون. أختم معك سيد محمد الأمين، يعني لمن توجهون ربما مناشدة أو طلب لهذه الدول ربما حتى توقف عملية التسليم، لأن هناك مخاوف، يقول بعض النشطاء هناك مخاوف من تسليم هؤلاء الأشخاص ربما في قادم الأيام إلى الصين، هل من مناشدة لمنع هذا التسليم؟ أولا أنا أناشد ملك سلمان بن عبد العزيز، يعني سيادة الملك أو معالي الملك سلمان بن عبد الملك، كذلك ملك المغرب محمد السادس، أن ينظر في أواقبنا. أولا إذا تم ترحيل أي شخص من شعب تركستان الشرقية إلى الصين سينتظره القتل، سينتظره الموت تحت التعذيب، فلذلك أن ينظر في أمورنا بشدة قبل أن ينظر اتفاقيات بين الصين، لأن هذه الاتفاقيات كلها تحت يعني هنا اتفاقيات في حقوق الإنسان رعاية. إذا كان هنا أي خطر لإنسان بسبب دين أو عرق أو سياسة، إيديولوجية سياسية، هذا يعني ممنوع الترحيل، ممنوع الترحيل. فينظر في أواقبنا أولا. أنا أناشد السلطات، ثانيا الحكومات في الدول العربية على رأسها السعودية والمملكة العربية، ثم بعد ذلك أناشد جميع يعني المؤسسات الحقوقية، جميع المؤسسات، الجمعيات السياسية، المنظمات، جميعهم الذي كان في يده مساهمة لمساعدة إخوانهم من تركستان الشرقية، أن يساعدونا خاصة لإنقاذ هذين الشيخين في سعودية وهذا الأخ إدريس حسن في المملكة العربية. ثم بعد ذلك أناشد العالم الإسلامي والعالم العربي أن يدعونا حتى نحن نحفظ أو نتحفظ من شرور الصين. الصين تراقبنا كلنا واحدا واحدا، فلذلك لا تتركونا إلى الصين، فنحن إخواتكم في الدين، نحن إخواتكم في العالم الإسلامي، يعني في الإنسانية. أيها العالم الإسلامي، أيها الإخوة في الدين، أيها الإخوة في الإنسانية، أنا بلسان شعبي أقول وأناشدكم أن ينصرونا، أن تنصرونا، وأن تساعدونا في نجاة من بطش الصين. شكرا لك السيد محمد أمين الإيغوري، الباحث في حقوق الإنسان والعلاقات العربية الصينية، كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.